ابرز الاعراض كان ارتفاع في درجات الحراره، لدرجه ان في ايام انا رقدت ما قدرتش اتحرك، الانسداد في الانف ورشح يقعد سيلان في الانف، كحه بسيطه هذا بالنسبه لي انا اللي جتني، صداع مزمن، انعدام حاسه الشم والتذوق بالكامل. يعني انعدمة حاسة الشم بالكامل. نعم. الشيء هذا هو اللي خلاني اول ما بدات حاسه الشم تختفي، هي اللي انا اساسا من بدايه الحراره بديت نعزل في نفسي شويه شويه. نعم، طيب دكتور، اليوم نشوفه في المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوجه في دعوات للأشخاص المتعافين حول التبرع ببلازما الدم عشان يفيدوا غيرهم من المرضى لتجاوز هذه الأزمة. نبيك تحدثني كطبيب متخصص وأيضا عايش هذه التجربة وتعافى منها الحمد لله، عن أهمية هذه النقطة وكيف أن المتعافين يقدروا يقدموا المساعدة للمصابين خاصة أصحاب الحالات الحرجة. بالضبط، انت قلتي نقطة تو حساسة وجديرة بالذكر، اللي هم الحالات الحرجة. يعني الإنسان اللي عنده أعراض خفيفة وبسيطة يقدر يتعايش مع الفيروس وحجر بسيط ويطلع منه وبصحة جيدة ويقعد عنده الأجسام المضادة. أما بالنسبة للحالات الحرجة، صحيح أنا يعني في اتصال مباشر مع فرق الرصد والتقصي ومع اللجنة الطبية الاستشارية، وإن شاء الله يعني أنا فاتح شو نقول لك متبرع بالبلازما اللي في دمي بالكامل لأي مستحق. أنا أقرأ فصيلتي AB موجبة. نعم، أشكرك جزيل الشكر طبيب معتصم الشلماني، طبيب ليبي أصيب وتعافى من فيروس كورونا. نجدد ونقول لك الحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله يعني عقبال باقي الأشخاص المصابين بهذا المرض أنهم يتجاوزوا هذه المحنة. شكرا جزيلا لك.